السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، شرح غاية السهول للإمام جمال الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: ويجوز العمل به، أي بخبر الواحد عقلا، في صفحة 214. قال: ويجوز العمل به، أي بخبر الواحد عقلا، اختاره الأكثر خلافا لقوم. العمل بخبر الآحاد جائز من حيث العقل، لأنه لا يلزم من العمل به محال. وأما احتمال خطأ الراوي في الرواية فهذا ليس مانعا منه، وإلا لمنع في كل ما عدا الأخبار كالشهادات وقول المفتي وحكم الحاكم وغير ذلك. ثم قال: وهل في الشرع ما يمنعه؟ انتقل من مسألة العقل إلى مسألة الجواز الشرعي، فقال: وهل في الشرع ما يمنعه، أي ما يمنع جواز العمل بخبر الآحاد، أو ليس فيه ما يوجبه؟ فيه خلاف ذكره جماعة من أصحابنا. وهل في الشرع ما يمنعه، أي ما يمنع جواز العمل بخبر الآحاد، أو ليس فيه ما يوجبه، يعني بحيث يجوز العمل به شرعا لكن يجب العمل به. قال: فيه خلاف ذكره جماعة من أصحابنا. والمسألة هذه ليس فيها كبير فائدة، لأن المطلوب هو العمل بخبر الآحاد، وقد دل الدليل الشرعي على وجوب العمل به كما سوف يذكر بعد ذلك. قال: ويجب العمل به، أي بخبر الواحد، سمعاً أي شرعاً. بعضهم يصف الأدلة النقلية أو الشرعية بكلمة السمعية، يقول الأدلة السمعية. قال: اختاره الأكثر، نعم هو قول الأكثرين، بل هو إجماع، لأن الخلاف هنا خلاف شاذ. قال: خلافاً لبعض القدرية والظاهرية، يقصد وبعض الظاهرية، لو أنه أعاد كلمة بعض لكان أولى في العبارة، لدفع توهم أن الظاهرية يمنعون العمل بخبر الواحد، وليس الأمر كذلك، فإن الظاهرية من أكثر الناس تعظيماً لخبر الآحاد وعملاً به. قال: وقيل يجب، وقيل ويجب العمل به عقلا أيضا، اختاره طائفة من أصحابنا وغيرهم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاره طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي في الكفاية وأبو الخطاب وابن سريج والقفال والبصري. يقول اختاره جماعة من أصحابنا وغيرهم، ثم قال منهم، أي من الفريقين من الحنابلة ومن غير الحنابلة، عدد بعضا منهم، فقال منهم القاضي، أي أبو يعلى الفراء في كتابه الكفاية في أصول الفقه، وهو كتاب آخر غير كتاب العدة في أصول الفقه، وهو مفقود، قيل مفقود كله وقيل أكثره، ويبدو أنه أصغر من كتاب العدة في أصول الفقه. قال: وأبو الخطاب، نعم في التمهيد، أبو الخطاب الكلوذاني، وابن سريج، أبو العباس بن سريج الفقيه الشافعي المعروف، المتوفى سنة 306 هجرية، وغيرهم كما ذكر هنا. قال: والقفال، يعني أبو بكر القفال الشاشي المتوفى سنة 365 هجرية، والبصري، يعني يريد أبا الحسين البصري المتوفى سنة 436 هجرية.
يقول أبو العباس بن القاص وهو من تلاميذ أبي العباس بن صريج: إنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزهم عن السنن، لعجزهم عن السنن، وهي مقالة صحيحة، لأنهم عجزوا أن يحفظوا السنن وأن يروها، فضلاً عما في صدورهم من عدم تعظيم السنة، فلهذا تركوا العمل بخبر الآحاد أو ردوه من بعض الوجوه، كما سوف يأتي عن أبي علي الجبائي قال: واشترط الجبائي، طبعا الكلام الذي ذكرناه عبد بن القاص هو في من رد خبر الآحاد، أما الذين ذكرناهم فهم ممن قبلوا خبر الآحاد عقلا فضلا عن العمل به شرعا. قال: واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته. اشترط أبو علي الجبائي المعتزلي لقبول خبر الآحاد أن يرويه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، وهذا كما قال بعضهم، قال: هذا من أبي علي ذريعة إلى إبطال السنن، لأن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل. أين يوجد اثنان في كل طبقة من طبقات السند في حديث مروي؟ قال: كالشهادة، يعني قياساً على الشهادة، اشترط أبو علي أن يروي الخبر اثنان فأكثر في كل طبقة قياساً على الشهادة، لأن الشهادات تكون في العادة أو في الغالب يكون من شاهدين فأكثر. قال: أو يعضده دليل آخر، بمعنى لا يستقل الخبر بالدلالة على الحكم. قال: وهو باطل، هذا كلام الشارح الآن، المصنف رحمه الله يقول: وهو باطل، أي وما اشترطه أبو علي الجبائي في قبول خبر الآحاد باطل. طيب، وكيف وقد قاس على الشهادة والقياس دليل صحيح في نفسه؟ قال: والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر، يعني ويجاب عن دليل أبي علي الجبائي الذي قاس الخبر أي الرواية على الشهادة بأنه قياس مع وضوح الفارق، والفرق قادح من قوادح القياس. ومن الفروق بين الرواية والشهادة أن الرواية لا يشترط فيها الذكورية، فالحديث يرويه الرجال ويرويه النساء، بخلاف الشهادات فإن الغالب أو الأصل فيها أن يتحملها ويؤديها الرجال. وكذلك الرواية لا يشترط فيها الحرية، فكم من الرواة كانوا من الأرقاء كموالي التابعين، بينما الشهادة يشترط فيها الحرية. الرواية لا يشترط فيها البلوغ عند التحمل، إنما يشترط عند الأداء كما سوف يأتي معنا إن شاء الله، بخلاف الشهادة فلا بد فيها من البلوغ. إذا روى الراوي حديثاً ثم رجع عنه سقطت الرواية، بخلاف الشهادة فإنه إذا شهد عند الحاكم ثم تراجع عن الشهادة لم يقبل رجوعه. فظهر بهذا وبغيره مما لم نذكره أن هناك فروقاً بين الرواية والشهادة، وإذا ظهر الفرق بين الأصل والفرع لم يصح إلحاق الفرع بالأصل. قال: ويشترط للراوي شروط، أحدها العقل بالإجماع، فلا يقبل خبر مجنون. هذا الشرط الأول، الشرط الأول في الراوي أن يكون عاقلاً، بمعنى أن لا يكون مجنوناً ولا من هو في حكم المجنون، كالذي دخل في التخريف، في سن التخريف، فإنه كالمجنون أيضاً فلا يقبل حديثه. قال: والثاني البلوغ عند الجمهور، فلا يقبل خبر صبي. الشرط الثاني أن يكون الراوي بالغاً،
ثم قال عند الجمهور إشارة إلى وجود مخالف في المسألة، والمخالف موجود. ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط في الراوي أن يكون بالغاً، والكلام في البلوغ في شرط البلوغ إنما هو شرط الأداء، عند أداء الحديث. أما عند تحمل الحديث فلا يشترط البلوغ، لأن بعض الصحابة كانوا صغاراً حين تحملوا الحديث كما لا يخفى، وكما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. والنووي رحمه الله حين حكى هذا الوجه عن بعض أصحابهم، أي بعض الشافعية، قال وهو شاذ، يعني وجه شاذ، فالخلاف ضعيف في هذه المسألة. قال وعن أحمد رحمه الله تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، كان ينبغي أن يضبط فخرجت بالشكل حتى لا يقرأها القارئ فخرجت. ومن وظائف المحقق لكتب التراث، أي من الأمور التي تجب عليه، ضبط الكلمات المحتاجة إلى ضبط. قال وعن أحمد رحمه الله تقبل شهادة المميز، الكلام الآن في الرواية، وذكر في الرواية يعني في رواية الحديث أقصد، وذكر عن أحمد مسألة في الشهادة. فما الغرض أن يروي عن أحمد رحمه الله رواية في قبول الشهادات من الطفل الصبي، يعني المميز وهو الذي بلغ 7 سنين؟ الغرض منها عند حرف الفاء، فالنتيجة، فالتفريع. قال فخرجت هنا، يعني فخرج على قوله في الشهادات قول له في رواية الحديث، فتكون رواية مخرجة على قوله، والتخريج يكون في الفقه وفي الأصول أيضا، كما خرج على قول أحمد في مسألة الموالاة في التيمم، فإن أحمد رحمه الله لم يروى عنه قول في الموالاة في التيمم، أي في حكمها، إنما نقل عنه وجوب الموالاة في الوضوء، فخرج الأصحاب على قوله في الوضوء قولا له في التيمم، فقال وتجب الموالاة في التيمم تخريجا على قول الإمام في الوضوء. وضح معنى التخريج؟ وضح؟ قال لأن إذا قبلناه في الشهادة ففي الخبر أولى، هذا استدلال للقول الثاني. قال لأن إذا قبلناه، أي قبلنا الصبي المميز في الشهادة ففي الخبر أولى، يعني تقاس رواية الحديث على الشهادة ويكون قياسا أولويا. وجه الأولوية طبعا هذه دعوة، كما يعني نشرح الكلام كما هو بقطع النظر عن صوابه من خطئه. فالمصنف يعني رحمه الله يقول لأننا إذا قبلنا شهادة الصبي المميز الذي بلغ 7 سنين ففي قبول روايته الخبر، فقبول روايته الخبر من باب أولى. لماذا؟ قالوا لأن الخبر يتعلق بحق الله، بدين الله، وأما الشهادات فهي متعلقة بحقوق العباد، وحق الله أولى من حقوق العباد، فيكون قياسا أولويا. قال فإن تحمل الصبي الخبر صغيرا دون البلوغ عاقلا ضابطا وهو المميز على الصحيح قبل إذا أداه كبيرا. هذا جواب الشرط، قبل جواب الشرط. يقول فإن تحمل الصبي الخبر، إذا سمع الصبي المميز الحديث وهو صغير وعاقل، يعني لم يكن مجنونا، ضابط يحفظ ما يسمع لا يخلط،
قال قبل، قبل خبره متى؟ إذا أداه كبيرا عند أحمد وغيره. نعم، عند الأكثرين، عند عامة العلماء. قال لحديث ابن عباس وغيره، لام التعليل، يعني الدليل على هذا أن العلماء لم يزالوا جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر يقبلون أخبار الحديث، يعني يقبلون الحديث حتى لو كان راويه صغيرا. فابن عباس رضي الله عنهما يعني تحمل بعض الأحاديث، ليس كل ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه يرويه عن الصحابة، لكن بعضه قطعا هو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا، لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، يعني بلغ تقريبا 13 حين مات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أين الشاهد؟ سمعت، يقول سمعت، فدل على أنه تحمل الحديث وهو صغير. وفي الصحيح أيضا، في صحيح البخاري، عن محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو. إذن تحملوا وهم صغار ورووا وهم كبار، ومع ذلك قبل الناس أخبارهم. ثم قال والثالث الإسلام بالإجماع، والثالث الشرط الثالث في الراوي أن يكون مسلما. ثم قال بالإجماع، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، المسألة مجمع عليها، والكلام كما قلنا من قبل في الأداء أيضا، يعني اشترط الإسلام في الراوي حين يؤدي الحديث، حين يؤدي الحديث، يعني حين يسمع الحديث غيره من الناس. قال فلا يقبل خبر كافر، أصلح الخطأ الطباعة، بدل كلمة كفر اكتب كافر، فلا يقبل خبر كافر لاتهامه في الدين ولو تحمله في كفره وأداه بعد إسلامه قبل. هذا جواب الشرط، يعني فإن تحمل أي سمع الحديث في حال كفره لكن حين أداه كان مسلما قبل حديثه. والدليل نفس الدليل في المسألة التي قبلها، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تحملوا أحاديث حال كفرهم وأدوها حال إسلامه. فأبو سفيان رضي الله عنه في قصته مع هرقل قيصر الروم بعد صلح الحديبية، حين ذهب إلى الشام في نفر من قريش فاستدعاه هرقل في القصة المشهورة المخرجة في الصحيح، وسأله عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقال كيف نسبه فيكم، إلى آخر الأسئلة التي ذكرها. وقتها كان كافراً، والحديث من أين علمه الناس؟ من طريق أبي سفيان، أداه حين أسلم. وأيضاً من أمثلته قول معاوية رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر عنه، أي عن رأسه، وهو جالس على المروة في عمرته يعني، أو كما ورد. فقيل إن هذا حين كان كافراً، لأن معاوية إنما أسلم عام الفتح، إلا لو قيل إنها عمرة الجعرانة والله أعلم. وسراقة بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسراقة وقتها كان كافرا، لأنه ما أسلم إلا بعد الفتح، بعد فتح مكة، في أواخر سنة
السنة الثامنة للهجرة. قال: والرابع العدالة، فلا يقبل خبر فاسق. وكان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يقول إما أن يقول بالإجماع أو أن يشير إلى خلاف لو وجد الخلاف، والمسألة مجمع عليها. العدالة فلا يقبل خبر فاسق، كان ينبغي أن يكتب بعده بالإجماع كما هي عادته في الشروط السابقة إن وجد إجماع. ثم قال: وهي أي العدالة محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة. إلى هنا ينتهي تعريف العدالة. محافظة دينية تحمل صاحبها على أن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى، ويلازم ترك ما يخرم مروءته، ولا يكون هناك بدعة، لا يكون معها بدعة. قال: ويحققها، يعني وتتحقق العدالة، أي تحصل في الراوي، ويحققها ترك الكبائر من الذنوب. وهي أي الكبائر ما فيها حد في الدنيا كالسرقة مثلا، أو وعيد في الآخرة كيعني مثلا التصوير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أو كما ورد، ولكن ليس فيه حد في الدنيا. وترك الإصرار، وترك الإصرار على الصغائر. قال: ويحققها ترك الكبائر، ثم قال: وترك الإصرار على الصغائر. ثم فسر الإصرار بقوله: وهو أي الإصرار عدم الترك والمداومة. ولو أن المصنف رحمه الله قدم وأخر في العبارتين لكان أحسن. لو قال: وهو أي الإصرار عدم المداومة، الترك وعدم المداومة، لكان أحسن. الترك وعدم المداومة، أو يقول أحسن: الإصرار هو المداومة وعدم الترك، هكذا أفضل. نعم، الإصرار هو المداومة وعدم الترك، حتى لا يظن الظان أن المراد عدم الترك وعدم المداومة، بهذا يفسد المعنى. لكنه لو قال: وهو المداومة وعدم الترك، أي الإصرار، متى يكون مصراً على الصغائر؟ حين يداوم ولا يترك. ثم احتاج أن يفسر الصغائر كما فسر الكبائر، فقال: وهي ما لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. الذنوب الصغائر هي ما ليس فيها حد شرعي في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، مثل النظرة إلى ما يحرم، النظرة أو اللمس، أو الخلوة بالأجنبية، أو يتناجى اثنان بحضرة الثالث، أو يسمع القرآن فلا ينصت، ونحو ذلك. هذه كلها من الصغائر. ثم قال: ولا تقبل رواية مجهول العدالة. ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين، سوف يشير إلى الخلاف في المسألة. مجهول العدالة وهو الذي قيل، يعني قيل الذي لم تعرف عدالته ولا فسقه، وقال بعضهم هو الذي عرفت عدالته ظاهراً لا باطناً. والمعنى اختلاف العبارات، لكن المعنى يتفقون عليه، لأن مراد من قال
من عرفت عدالته ظاهرا، يقصدون بالعدالة الظاهرة هي الإسلام، الإسلام. وأما العدالة الباطنة فيقصدون بها ترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الكبائر والإصرار على الصغائر. فمؤدى التعريفين واحد والله أعلم. ومجهول العدالة يسميه بعضهم مجهول الحال، ويسميه بعضهم المستور. فهل تقبل روايته؟ قال يعني مثلوه بأبي العشراء الدارمي التميمي، فإنه كان مجهول الحال. قال ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين، يعني في أحد القولين في المذهب، اختاره الأكثر. نعم هو قول الأكثرين سواء من الحنابلة أو من غيرهم، من الشافعية ومن الحنابلة، بل وبعض الحنفية كابن الهمام. قال والثاني تقبل، القول الثاني في المذهب وهو القول الثاني أيضا في المسألة، تقبل رواية مجهول العدالة. قال وروي، أي هذا المذهب، وروي عن أبي حنيفة وأحمد واختاره بعض أصحابنا. نعم هو مذهب الحنفية على خلاف عندهم، على خلاف قوي في مذهبهم، لكن أكثر الحنفية والله أعلم على قبول رواية مجهول العدالة. ولهذا قبلوا خبر أبي زيد من التابعين وهو مجهول، حديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك. الإداوة هي جراب من جلد صغير يوضع فيه الماء. قال ما في إداوتك يسأل، فقال نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور. استدلوا به على جواز الوضوء بالنبي، مع أن فيه أبا زيد هذا التابعي وهو مجهول الحال. قال والكبيرة أي تعريفها ما فيها حد في الدنيا. رجع مرة أخرى يعرف الكبيرة. قال والكبيرة ما فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر. هنا مثل، يعني هو نعم أعاد الكلام لكن فائدة الثاني أنه مثل لها. قال أو وعيد في الآخرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قدر شبر من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي. فهذا وعيد لكن ليس فيه عقوبة محددة شرعا في الدنيا. قال نص عليه أحمد، نص عليه يعني على هذا المعنى، على هذا المعنى الكبيرة، نص عليه أحمد رحمه الله واختاره الأكثر، أي أكثر العلماء. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أو فيه لعنة، يعني يزاد على هذا التعريف زيادة أخرى، فقال أو فيه لعنة، أي الكبيرة ما فيها حد في الدنيا ووعيد في أو وعيد في الآخرة أو فيه لعن، كقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله لعنوا في الدنيا والآخرة. قال أيضا شيخ الإسلام أو غضب، أيضا زيادة في التعريف، كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، يعني الملاعنة. قال أو نفي إيمان، إذن زاد ماذا؟ أو لعن أو غضب أو نفي إيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لإيمانه وقت الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أيضا نفي إيمان حال التلبس بهذه المعصية الكبيرة وهي السرقة. قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم
حين ينتهبها وهو مؤمن. الانتهاب ليس كالسرقة، السرقة أخذ المال خفية، لكن الانتهاب لا، جهرا، يعني بمعنى أنه يغير على صاحب المال فيأخذ ماله قسرا قهرا، والناس يرفعون أبصارهم إليه يعجبون من جرأته، من جرأته وعدم حيائه من الله تعالى ومن الخلق. فتكون هذه الثلاث في الحديث من الكبائر. ثم قال: والمبتدعة هم أهل الأهواء. ثم إن كان بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا. بدأ يفصل المصنف رحمه الله تبعا لابن اللحام في مختصره، فيقول عن أهل الأهواء إذا رووا أحاديث هل تقبل أحاديثهم أو لا؟ قال: إن كان بدعة أحدهم مغلظة، أي عظيمة شديدة، كالتجهم، والجهمية هم الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، بل أنكروا أسماء الله على الحقيقة، وقالوا إن أثبتناها نقول مجازات، مع إنكارهم للصراط والميزان وحياة البرزخ، ويقولون بفناء الجنة والنار، فبدعتهم عظيمة. فحينئذ قال: ترد روايتهم، مثل سعد العوفي رد أحمد روايته وقال جهمي. قال: ردت روايته مطلقا، لأنه فاسق ببدعته. قال: وإن كانت بدعته متوسطة كالقدرية، يعني كالقدرية المعتزلة الذين يقولون إن العباد يفعلون ما يشاءون لا بقدر الله، يعني يخلقون أفعالهم، ردت إن كان داعية، يعني إن كان هذا الراوي يدعو لبدعته فإنه يفسق بهذا، فترد أخباره وأحاديثه. ومفهوم هذا: إن لم يكن داعية لبدعته قبلت روايته، لأنه متأول. قال: وإن كانت بدعته خفيفة كالإرجاء فروايتان عن الإمام. إن كانت بدعة الراوي خفيفة كالمرجئ، من المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان فقط هو تصديق باللسان، فلا يجعل، يعني يرجئون الأعمال عن الإيمان، لا يقولون أن العمل من الإيمان، ولا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، لا دخل للطاعة في مسمى الإيمان. مثل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، أخرج له الشيخان، قال أبو داود: كان داعية إلى الإرجاء، وكذلك قال العجلي وغيرهم. قال: فروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما تقبل معها مطلقا، تقبل روايته معها، أي مع هذه البدعة، بدعة الإرجاء، مطلقا، أي سواء كان داعية أو ليس داعية لبدعته. والثانية عن الإمام أحمد ترد من الداعية، أي إن كان داعية لبدعته ردت، وإلا يعني لم يكن داعية تقبل روايته موافقة للأكثرين. قال: والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح. يعني العبارة هكذا يعني فيها قصور في التعبير، يعني وإلا العبارة صحيحة، يعني المعنى صحيح، لكن فيها شيء من يعني الغموض وعدم الوضوح. وكما يقول ابن الرومي: والحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني العبارة أحيانا تقصر عن المراد المؤلف. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، يكون هو صاحب حق لكن ما يحسن العبارة عن المراد. فإن مجرد التفقه وكونه من الفقهاء وأتباع المذاهب
هو قطعا ليس من أهل الأهواء، لكن المقصود أن من يفعل من الفقهاء شيئا محرما عند أهل مذهب آخر فهل هو من أهل الأهواء؟ هذا المقصود، وليس المقصود ظاهر العبارة. يعني مثل الحنفي يشرب النبيذ لأنهم يجوزون شربه، يجوزون شرب القدر الذي لا يسكر منه، وغير الحنفية يرونه يشرب شيئا محرما، فهل يعد من أهل الأهواء؟ يعني من يفعل من الفقهاء اجتهادا شيئا يحرمه غيرهم فهل هو من أهل الأهواء أم لا؟ الصحيح لا شك أنه ليس من أهل الأهواء، كما قال في الأصح اختاره ابن عقيل والأكثر. نعم، هو قول عامة العلماء، يعني أكثر العلماء، لأنه يفعله اجتهادا فهو يرى حله، بل هو ينكر على غيره الذين يرون تحريبه، فهو يرى أنه يرى يشرب شيئا حلالا. قال خلافا للقاضي وغيره. نعم، بعض الحنابلة قالوا لا، أنه يفسق بعمله هذا حتى لو فعله اجتهادا، القاضي أبو يعلى وابن البنا، جماعة قليلة من الحنابلة ذهبوا هذا المذهب، لكنه مذهب شاذ. ثم قال والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته. الراوي المحدود في القذف إن كان قذفه بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته عند أصحابنا. المحدود في القذف ينظر في سبب حده، هل القذف حصل بلفظ الشهادة أو بلفظ السب والتعدي والتجرع على أعراض الناس؟ إنهما شيئان. الإنسان قد يحدث في القذف لكونه سب غيره واتهمه فأخذ وأقيم عليه حد القذف. شخص آخر ما فعل هذا، إنما شهد عند الحاكم أن زيدا من الناس كان يزني والعياذ بالله، نظر الحاكم في الشهود فوجدهم أقل من العدد، أقل من النصاب، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء كان العدد قليل. ماذا يفعل الحاكم؟ يحدهم حد القذف. فلهذا قال إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، تقبل روايته. لماذا؟ لأن الذي شهد فقط ما فعل شيئا محظورا، بعكس الذي سب غيره واتهم عرضه وتهجم عليه، هذا فعل كبيرة من الكبائر فتسقط عدالته، فلا تقبل خبره، لا يقبل خبره. قال قبلت روايته دون شهادته عند أصحابنا. يعني من حد في القذف وكان قذفه بلفظ الشهادة عند الحاكم فإنه تقبل أحاديثه وروايته، لكن شهادته لا تقبل. يقول هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال بعضهم، أي بعض الحنابلة تعقيبا على هذا الاختيار، قال وفي التفرقة نظر. بعض الحنابلة كابن اللحام يقول التفرقة بين الشهادة والرواية فيها نظر، بمعنى أنك إذا قبلته فلا بد أن تقبل حديثه وتقبل شهادته. ثم قال وإن تحمل الخبر فاسقا أو كافرا، فاسقا على الحالية أو كافرا على العطف، يعني وإن تحمل الراوي الخبر حال فسقه أو حال كفره وروى عدلا، أي وروى الحديث حال كونه عدلا مسلما، قبلت روايته. والمسألة مرت معنا. قال ولا يشترط رؤية الراوي، والعبارة لولا ما وراءها من الشرح لكانت أيضا فيها شيء من الإبهام، وقد أقر به المصنف رحمه الله في الصفحة التي تليها أن العبارة كانت فيها شيء
من الإيهاب، لأنه قد يظن ولا يشترط رؤية الراوي، أي لا يشترط أننا نرى الراوي بحيث لا يكون بيننا وبينه حجاب أو جدار أو ستر، بينما هو ما يريد هذا، إنما يقصد لا يشترط رؤية الراوي، أي لا يشترط أن يكون مبصرا يرى. فلهذا فسره بفاء التفسير فقال: فيقبل خبر الأعمى، فيقبل خبر الأعمى، سواء كان عماه قديم من أول أمره يعني وقت التحمل، أو كان لاحقا عارضا أي كان مبصرا أول عمره وقت تحمله، ثم حين الأداء وقت الأداء كان يعني صار أعمى. فالأول كابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه روى أحاديث تحملها وهو أعمى ومات وهو كذلك رحمه الله رضي الله عنه ورحمه. ومثل محمد بن الملهال البصري التميمي، روى له الشيخان وقد كان أعمى، وهو شيخهما، هو شيخ البخاري ومسلم، توفي سنة 231 هجرية. ومثال من عرض له العمى وكان مبصرا أول عمره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد روى حديثه المشهور في صفة الحج في صحيح مسلم وهو أعمى، وهو أعمى كفيف البصر. ومثل عبد الرزاق الصنعاني أيضا رحمهم الله جميعا. قال: ومن سمع من خلف ستر ونحوه، هذا على العطف يعني ولا يشترط أن يكون ألا يكون مستورا عن الراوي بستر ونحوه كجدار، فإن عائشة رضي الله عنها روت كثيرا من الأحاديث، والناس يروون أكثر الناس يروون عنها من وراء حجاب، إلا من كان من محارمها كعروة بن الزبير روى عنها من غير حجاب لأنه ابن أختها. قال: ولا ذكوريته، ولا ذكوريته يعني لا يشترط أن يكون الراوي ذكر، لأن بعض من روى الأحاديث خصوصا من الجيل الأول أي من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من النساء كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأسماء وغيرهن كثير. قال: ولا فقهه، فيقبل خبر العامي خلافا للحنفية، يعني لا يشترط فقه الراوي، بل حتى العامي الذي لا يعرف معنى ألفاظ الأحاديث التي يرويها يقبل خبره خلافا للحنفية. طبعا الحنفية إنما خالفوا فيما إذا خالف الحديث القياس، فحينئذ يقولون لا يقبل خبره إلا إذا كان فقيها، أما غير الفقيه فلا يقبل خبره، كحديث المصرة: لا تصر الإبل والغنم إلى آخر الحديث، فإنه يقولون على خلاف القياس فلم يقبلوه لأن راويه أبو هريرة وهو ليس من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هكذا يقولون، وإلا الكلام طويل في هذا، لأن تقسيم الصحابة إلى فقهاء وغير فقهاء هذا محل بحث كبير. قال: ولا معرفة نسبه، فيقبل خبر من جهل أو ضاع نسبه، لا يشترط هذا، حتى من لم يعرف نسبه كولد الزنا والعياذ بالله، أو الولد المنفي باللعان فلا يعرف من هو أبوه أو غير ذلك، فإنه يقبل خبره. قال: ولا عدم العداوة، لاحظوا كلمة عدم تحرفت في المطبوعة إلى معرفة،
فأصلحوا كلمة معرفة وأبدلوها بعدم، ولا عدم العداوة، يعني ولا يشترط انتفاء العداوة بين الراوي والمروي، بين الشيخ والتلميذ، لا يشترط هذا. قال: بخلاف الشهادة. لماذا بخلاف الشهادة؟ لأن العداوة تحمل على الكذب أحياناً، بخلاف الرواية. قال: والقرابة، أي يعني ولا يشترط عدم القرابة، وهذا كثير في الأسانيد من يروي عن قريب من أقاربه. قال: بخلاف الشهادة أيضاً، لأن القرابة هي محل التهمة، فقد يحابي المشهود له لأنه قريبه. قال: ولا البصر، أي ولا يشترط البصر في الراوي، فيقبل خبر الأعمى كما قدمنا. ثم قال هنا يعني ما ذكرناه قبل، قال: وقد كان يكتفى بالأول عن هذا، لكنه ليس بصريح في الأول لما قلناه من قبل، قوله: ولا رؤية، ولا يشترط رؤية الراوي، لأن هناك فسره بماذا؟ بخبر الأعمى أو الذي لا نراه لأنه خلف ستر. قال: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. إذا وقع اشتباه بين راويين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أو أحدهما ضابط والآخر لا يضبط، فإنه احتياطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حديثه، مع أن علماء الحديث جزاهم الله عن الإسلام خيراً قد نخلوا الرواة والروايات، فميزوا كلاً، فما أظن أنه يقع هذا الاشتباه. وبعضهم يمثل بثعلب بن صعير وثعلب بن أبي صعير، ففي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يدل على وجود لبس بين الاثنين، والله أعلم إن صح هذا المثال. ثم قال: والجرح وهو القدح في الراوي بما يرد خبره، والتعديل يثبت بالواحد. طبعاً الخبر تأخر كثيراً، وسببه عادة المصنف رحمه الله أنه يفسر بعض الكلمات الموجودة في المبتدأ أو في جملة الشرط، فلا يأتي الجواب أو الخبر إلا بعد طول في الكلام. قال: الجرح هو القدح في الراوي بما يرد خبره، والتعديل مدحه بما يوجب قبول خبره وأنه عدل. قال: يثبت كل واحد منهما بالواحد في الخبر دون الشهادة، يثبت الجرح ويثبت التعديل بشهادة جارح واحد أو معدل واحد. قال: في الخبر دون الشهادة، أما الشهادة لابد فيها، والسلام، لابد فيها من مزكيين اثنين. قال: كما هو المنقول عن المحدثين. نعم، هذا القول هو المنقول عن أكثر المحدثين، يعني عن عامة المحدثين وأكثر الأصوليين أيضا، أنه يكفي في الجرح والتعديل شاهد واحد. قال: وقيل، سوف يذكر القول الثاني الآن، وقيل القائل هم بعض الشافعية وبعض الحنابلة كابن حمدان، وقيل: لا يثبت بالواحد كالشهادة، يعني قياساً على الشهادة، إذا قسنا الرواية على الشهادة فلا يثبت الجرح ولا التعديل إلا باثنين فأكثر، ولا يكفي واحد. هذا قولان الآن. القول الثالث: وقيل يثبت في الشهادة بالواحد أيضا، يعني القول الثالث عمم، فرأى أنه تقبل الأخبار وتقبل الشهادات بواحد،
يعني يقبل في الشاهد يعني وفي الراوي جرح جارح واحد أو معدل واحد، وهذا الثالث هو أضعف الأقوال. قال: ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل. اختاره الأكثر. ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، هذا القول الأول في المسألة، وهي مسألة هل يحتاج إلى أن يذكر سبب الجرح وسبب التعديل حتى تقبل شهادته بالجرح أو بالتعديل، خلاف بين العلماء. فالقول الأول الذي اختاره أكثر العلماء أنه يشترط ذكر سبب الجرح ولا يشترط ذكر سبب التعديل. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في المسلم هو العدالة والاستقامة وحسن المعتقد، وأما اختلال ذلك فهو خلاف الأصل، فنستصحب الأصل، وحينئذ من يخالف الأصل هو الذي يحتاج إلى الدليل، فمن يعدل متمسك بالأصل فلا يحتاج إلى دليل إلى أن يذكر سبب العدالة، وأما الجارح فقد خالف الأصل، ومن يخالف الأصل يحتاج إلى ذكر الدليل وهو ذكر سبب الجرح. قال: وقيل شروع في المذهب الثاني، وقيل عكسه، أي يشترط ذكر سبب التعديل ولا يشترط ذكر سبب الجرح، وهذا قول شاذ. قال: وقيل يشترط فيهما ذكر السبب، اختاره بعض أصحابنا بعض الحنابلة. القول الثالث أنه يشترط ذكر سبب الجرح وذكر سبب التعديل. قال: وعنه، هذا القول الرابع في المسألة، وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله عكسه، يعني لا يشترط ذكر السبب فيهما، لا يشترط ذكر السبب الجرح ولا ذكر سبب التعديل، وهذا مروي عن الإمام أحمد رواية مرجوحة، وروي عن الباقلاني، مع أن الباقلاني رويت عنه عدة أقوال في هذه المسألة، وروي عن الحنفية والله أعلم بصحته عنه. ثم قال: والمختار، يعني هو أطال في هذه المسألة، القول المختار بعد هذه الأقوال، والمختار عند أصحابنا المتأخرين إن كان عالماً كفى الإطلاق، إن كان الجارح أو المعدل إن كان عالمين بأسباب الجرح وأسباب التعديل كفى الإطلاق فيهما، يكفي أن يقول عدل ويكفي أن يقول ضعيف. قال: وإلا فلا، يعني إن لم يكن عالماً بأسباب الجرح والتعديل فلا بد من تفسير وبيان بأن يذكر سبب العدالة أو سبب الجرح. قال: واختاره الآمدي وأبو المعالي، أبو المعالي أي الجويني رحمه الله. ثم قال: والجرح مقدم، والجرح مقدم يعني عند التعارض، هذه المسألة مفروضة فيما إذا تعارضت أقوال الجارحين والمعدلين للرواة. قال: والجرح مقدم اختاره الأكثر، هذا القول الأول أن الجرح يقدم على التعديل عند التعارض، لأن مع صاحبه زيادة علم، فإن الذي عدل ما أفادنا جديداً، لأن الذي يقوله في التعديل هو ثابت أصلاً في الأصل، في أصل المسلم الراوي، وأما الجارح فجاءنا بفائدة وبشيء جديد، وهو أنه خالف الأصل وبيّن أن هذا اختلت عدالته. قال: وقيل التعديل،
هذا القول الثاني، يعني وقيل إن التعديل مقدم على الجرح. إذا كثر المعدلون ما هو القول الثاني؟ أن التعديل يقدم على الجرح في الراوي، لكن بشرط أن يكثر المعدلون ويقل الجارحون. ثم قال: واختاره، الضمير يرجع للقول الأخير، واختاره صاحب المحرر يعني مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، واختاره صاحب المحرر مع جرح مطلق إن قبلناه. اختار مجد الدين هذا القول بأنه يقبل التعديل متى؟ إذا وجد مع جرح مطلق. كيف يعني؟ يعني كأنه يفصل. ماذا يقول مجد الدين في تقديم قول المعدلين إذا كثروا؟ قالوا، يقول يعني هذا لا وجه له إذا ذكر سبب الجرح، لأنه إذا ذكر سبب الجرح لا معنى حينئذ لقبول قول المعدلين، كثروا أو قلوا فإن سبب الجرح قائم. لكن إذا كان الجرح مطلقاً ليس فيه تفسير، فحينئذ يمكن أن يقال يرجح قول المعدلين بالكثرة، والترجيح بالكثرة طريق من طرق الصحيحة في الترجيح. نعم، اختار هذا مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وصرح به في المسودة. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.